هل في مشاكل بينكم وبين اي احد في السوشيال ميديا؟ كثير متخانق بس كله بتصير. اوه هاي هلا مشهوره، هلا رح تشوف حالها علينا. انتوا اطفال مراهقين، شو قصدك نحن هبلان؟ طب ايش رايكم في الدراما اللي بنشوفها بين صناع المحتوى؟ كون تمثيل. هلو حبايبي، كيف انا؟ الحلقه اليوم رح تكون مولعه. لا تنسوا تعطونا لايك وتشتركوا بالقناه وتوصلوا هذا الفيديو 200 الف لايك، في عندنا جوائز مره كثير على قناه مزاج. ما حطول، لانا ولين. ووهو. اهلا وسهلا. اهلا فيك. واخيرا دربه. مالك مالك، خلونا نبدا نتكلم عن طفولتكم. من فين انولدتوا وكيف كانت الطفوله حقتكم؟ اول شيء نحن انولدنا بالامارات، كل حياتنا بالامارات نحن، بس كان عمري سنتين لما نزلت على سوريا. انا كان عمري سنه. اوكي، مره واحده. طيب خلي اول شيء، انتوا الاثنين ما انتم مرتاحين ومو عاجبيني، انتوا هنا ما انتوا في منصري بس سيربح المليون. اوكي جد؟ لا تقعدي تجاوبيني اجوبه اللي هي لازم اجاوبها عشان ابان اني انا واو. انا عشان انا انا مرتاحه، بس انه ارتاحي، ما انت مرتاحه. طيب نتكلم عن التنمر. هل تعرضتوا للتنمر؟ خلينا قبل ما تنشهروا. انا يمكن اكون تعرضت، بس انا عن نفسي يعني ما بسكت، فانه يمكن ما احس تنمر، يمكن بس احس هيك. انت المصيبه. انت الفكره انه يعني اذا يعني كيف بيصير التنمر؟ انه واحد بيحكي للثاني شغله والثاني ما بيرد، فانه ما بيعرف شو يرد او بيحس حاله انه هو عن جد غلط او فيه شيء غلط. خلص بياخذ بصير ضحيه هو لكل التنمر من كل الطلاب. فانه خلص خذ حقك، خذوا حقكم يا جماعه، خذي حقك، خذوا كونوا مثل نار يا جماعه. يا اختي ما تنمرت عليكي، انا ما قلت شيء. كيف صارت حياتكم في المدرسه من بعد ما انشهرتوا؟ هلا بتحسي في فئه بتعارض هالشيء، وفي فئة بتأيد هالشيء، وفي فئة بتستخدمها كمصلحة أو استغلال أو شيء. أوكي خلينا نبدأ باللي يعارضه. أوه هاي هلأ مشهورة، هلأ رح تشوف حالة علينا. أوكي. يعني من قبل ما يحكوا معي أو يشوفوني أو حتى يعني يطلعوا فيه. لأ ما نوم. هلأ في نوعية كتير كرهة اللي مثلا فكروكي رح تكوني شايفة حالك بيعمل حالهم كمان شايفين حالهم. خلونا نتكلم عن الاستغلال بما أنه كنا نتكلم عنه قبل شوية. أبغى تعطوني موقف 100% كان استغلال وانتم طحتوا فيه ولكن علمكم. هي فترة بتجي على انسان ما بيكون حاس انه هو استغلال، بالعكس بيكون كثير مبسوط انه واو انا عن جد هون، انا كثير مبسوطة حاس حالي واو. بس نظرة العالم اول شيء بتكون شايف انه هو استغلال. وكثير انا اجاني حكي انه انتبهي انت في حدا عم يستغلك، انتبهي انت. بس انا نو واي، يعني كيف بده يستغلني؟ كيف بده تستغلني؟ انا ما بقدر، انه ما حدا بيقدر يستغلني، انا فهمانه، انا شايفه شو عم يصير. بس بالاخر بتكون وقعتي بالغلط يعني. وطحتي في استغلال؟ على وشك. كنتي على وشك، كيف اتعلمتي من بعده؟ انا اكثر انسان بكره انه يطلع علي حكي بالسوشيال ميديا، لانه انا طالعه على السوشيال ميديا مو مشان اطلع حكي على حالي، مشان اطلع باحسن صوره واقدم اللي انا حابه اقدمه. طب بما انه نتكلم عن انه ما تحب الكلام، هل في مشاكل بينكم وبين اي احد في السوشيال ميديا او في معني؟ انا ما احس، بس يعني ابغى اسالكم. لا يعني لو في وانا حابه عن جد يطلع هالشيء كنت طلعت حكيت، بس ستوري يعني. بس في فرق بين اللي بده دراما وفي فرق بين اللي حتى لو الدراما. بيطلع الدراما. يعني انا طالعه انبسط بالسوشيال ميديا، ما طلعت مشكل مع بعض وهات خلص بتركوا. طيب ايش رايكم في الدراما اللي بنشوفها باخر فتره بين صناع المحتوى؟ كلها فيك بصراحه. بحس مو حلو، حتى لو انتم عم تطلعوا الدراما قصدا، يعني انتم عم تخربوا سمعتكم يا جماعه. دقيقه، لانا قلتي كله فيك؟ واو، يعني ممكن يكون في من المشاكل هذه؟ طبعا. متفق عليها؟ طبعا. اغلب المشاكل اللي بنشوفها بين صناع المحتوى بتكون تمثيل. اوكي. ومتفق عليها بين الطرفين، فانه هذا الشيء جدا غلط، لانه شيء يعني انه شو عم تحاولوا تعملوا انتم يعني؟ ما رح يذكروك، يعني ما رح يذكر الشخص غير بالسوق. ايوه هذا كذا انشهر، فلان كذا انشهر. مثلا بتعرفي هاي او هاد، هاد اللي عمل مشكلة معه. طيب اذا قلت لكم اعطوني ثلاثة اسامي بنات من صناع المحتوى مره مفضلين عندكم. لازم بنات؟ ايوه. طيب بما انه اعطيني ثلاثة بنات وشباب. انت بحب شغل اسامه مره. اسامه اكيد. قلت لك بنات؟ نارين بيوتي. نارين بيوتي.
نور ستارز. نور ستارز شغله كثير حلو بتتعب عليه. انا يعني بشوف البيهايند ذا سينز كثير بتتعب. ايش اللي خلاكم تبداوا بالسوشيال ميديا؟ احبتي لسه شيء نانا وقت قالت لي خلينا نبلش، يعني كنا مبلشين بريل انستغرام، فيديو انستغرام، فجاه قالت لي تعال نسوي يوتيوب. انا ما كنا بنعرف شو اليوتيوب وشو اصلا. صورنا فيديو يوتيوب نزلنا بدون لا مونتاج ولا مكان حلو ولا اضاءه ولا يعني. بتعرفي امتى اول فيديو يوتيوب؟ 2016. لا اول مره صورته مو يوتيوب. ايش مكان؟ 2016. 6 سنين وانتم تقريبا يعني السنه اللي راحت انا عرفته صح وكبر اسمكم صح. كيف 2020 وقت فتره كورونا؟ هاي الفتره ساعدت كل الدنيا، اللي عرف يستغل عرف يستغل واللي ما عرف يستغل. وقت رجعنا بلشنا يوتيوب مره ثانيه. قلت لين تعي معي يعني بضلوا يقولوا لي انه هل عن جد لين سبب شهرتك؟ قالوا لين سبب شهرتي. لا انا سبب شهرتي لانه لين ساعدتني. انا لو انا من زمان مبلش قلت لك، بس 2020 طلعت لين مع فيديو تيك توك خلص انشهرت. انشهرتوا على اساس انكم انتم اخوات توام. ايه بس انه اي حدا كان يسال كثير ناس ما يعرفوا انه نحن متوأم. ليش تبغي تكون، ليش دائما تبغوا تكونوا مثل بعض؟ نحن هيك تعودنا. قديش في حب بينكم؟ كثير والله كثير. نو كثير مستحيل. يعني مره كده فكرتي انه انا اكيد حكبر واكيد حيكون عندها حياتها اختي وانا حيكون عندي حياتي؟ خلاص. لا من جد ولا مره فكرتوا فيها؟ يا عمري بكيت. يا جماعة لسه ما بدأنا. حتبكوني، أنا عندي 6 أخوات حتبكوني. الله يخليكم لبعض يا رب. بما أنه دحين نحن في المرحلة هذه، أواكي أنت تبدأي طالع فلانة وبس، بس أعطيها كده كلمتين من القلب. أنا كتير بحبك، يعني مع أنه كتير متخانق بس أقسم بالله بشوفك قد الدنيا كلها. يعني ما بقدر، بحس حالي انه انت نصف الثاني وقلبي يعني كله، مع انه يعني كثير بتنفس من بعض ونتضايق ونتخانق، بس ما هيك بحاب ارجع اصالحك لانه ما بقدر. هلا انا هاي رساله مو بس لليل، لاختي الكبيره كمان لمصطفى، انه يعني كل حدا بالبيت يعني له دوره، هو يعني عامل شيء كبير انه في معانا يعني لحتى نحن وصلنا لهون. بكرهوني اكيد. لا فانه بحب اقول لين يعني كوني قويه، ما تخلي حدا يقدر انه يضايقك او يكسرك، لانه حدا بيستاهل، انه ما بتستاهل انت حدا يعمل فيك هيك. انت كثير قلبك طيب وهذا شيء غلط. مو بكل المواقف لازم تكوني هيك، لازم تكوني اقوى وانت قويه. ما هو بعرف انه عندي اياك شرك، بكون ضعيفه عادي. لو حتى يعني الا ما يكون الموقف اللي تقولي فيه لحالك كوني اقوى. طب ايش اللي تغير في حياتكم من بعد الشهره بصراحه؟ فلوس. هذه كلنا نعرفها. ايش اللي تغير بشخصيتك؟ كنت كثير انطوائيه. انطوائيه؟ شايفه هلا انه كيف انا حساسه وببكي؟ اوكي. كنت لسه زياده، كثير زياده، يعني اتفه شيء دغري ادمع وابكي، اتفشى ادمع. فانه هلا بحس اني خلص عرفت انه ايه، عرفت انه خلص مو لازم على كل شيء ابكي، مع انه لساتني ببكي نفس انه مو مثل قبل. ابغاكم كذا فكروا شويه وعطوا نصيحه للبنات اللي من جد ما عندهم ثقه بنفسهم بس هم بيتابعوكم. بس بدي اقول انه انت حلوه كيف ما كنتي، يعني مو لازم تكوني مثل الشخص اللي قدامك حتى تكوني حلوه. ممكن يعني نحن بنظر غيركم مو حلوين يعني، بس انه يعني بس اقول لكم ان انتم حلوين كيف ما كنتوا. فانه كونوا مثل ما انتم، هاي اولا. ثانيا في كثير ناس بيكونوا معجبين وهيك مهووسين بجمالكم، بس انتم مو ضروري تعرفوا، يمكن ما حدا بيحكي. وانا من هنا ابغى اقول لك كل بنت بتتابعنا، ابغى اقول لك مو شرط انك تكوني ملكه جمال عشان تكوني حلوه، الجمال يبدا بالاخلاق. طيب احنا قبل ما نختم الحلقه ابغى لانا تعلمني. اوكي اعلمك. اوكي لانا تعلمني. تعلمني الرقصه الشهيره حقت الرجول اللي انضربت عليها ضرب. تكون عامل بس مو كلام بالذمه، دغري سوي مثلنا انت. اوكي اوكي يلا يلا تحاولي. يلا كثير سهله، حطلع هبله بس ما تحاولي. شو قصدك نحن هبله؟ كلنا هبل. لو مو لو منا هبلان الحياه ما هي حلوه. ما كنا صورنا. لا الحياه ما هي حلوه اذا ما تكوني هبله. يلا ريدي. يلا. وينك مين؟ تعي نصور الفيديو بس.
يلا يلا ريدي 1 2 3 4 ها يلا دا كده نكون وصلنا لنهاية الحلقة. أبغى أتشكركم مرة كتير، استمتعت جداً. لا تنسوا تعطونا لايك وتشتركوا بالقناة وتوصلوا هذا الفيديو 200,000 لايك لحتى نبكي ليلى. وأهم شيء تشتركوا لأنه في كتير جوائز. 1 2 3 حبي نفسك. شطورين شطورين، عجبوني عجبوني. بما أنه لانا دائماً بتقلك أنه هي يعني أقوى شخصية مني وهيك، خليها تبلشي. يلا بلشي. انا قبل ليش كنت بدفع النار. يلا انت الكبيره كيف تخلص؟ طبعا جد يعني كدا. انا بس مش ما يقولوا انه بضل احكي انا كثير. اقول ما ينفع تكلمي كذا اختي الصغيره. استغفر الله، انا ما اكلم اختي الصغيره هيك. هي انت كيف تخليها تكلمي كذا؟ لا بعرف خططك.